كتير من الناس اول ما تصحى، مجرد ما تصحى تقعد بقى ايه. عايز اقول لك الدراسه دي بتقول ان اول 45 دقيقه دي اخطر وقت بتهاجمنا الافكار السلبيه، لدرجه ان قالوا حوالي 30 فكره سلبيه في الدقيقه. يعني عقلنا على فكره ما بيديناش حاجات حلوه، يعني على طول تلاقي مثلا ايه الحاجات السلبيه، لكن مين اللي بيصنع الحاجات الحلوه والافكار؟ انا اللي بجبر نفسي على تحويلها وعلى صناعتها. ده 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 حضرتك بتقول ساعه الصبحيه بيهاجمنا افكار سلبيه. اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ لا بس مش ان احنا مش نقوم بالعادة. على السرير على طول إيه؟ لا نقوم من السرير بس على طول. قبل ما اقوم برضو طاقه الامتنان دي لما امارسها من خلال ان انا ابقى ابص حواليا، لان في حاجات كتيره في حياتي انا مش حاسس بيها لان هي زي ما يقولوا الفت النعمه اللي معايا. يعني انا مثلا صحيت لقيت نفسي على سريري في البيت مش في المستشفى، دي حاجه تستطيع الشكر. ان انا ابقى مبسوط ان اللي حواليا موجودين، ما حدش حصل لهم حاجه، ما دي كلها حاجات انا انبسط بيها. في ناس بتصحى على الناس اكتر انه وخصوصا الصبح هو صاحي صاحي عاوز يلحق ايه وراه ايه، عنده التزامات نقطة ايه بقى تنظيم الاهداف. يعني عايز اقول لك ان حتى لو ناس بتبقى مراهاش حاجه كتير، واقول لك من واقع حالات معايا ان مثلا فيه يعني في واحده مثلا بتتابع معايا من اليونان بتقول لي انا يعني حاجه بسيطه خالص، البيت عندي 5 اوض وانا تعبانه ومتضايقه ومش قادره اخلصهم كلهم وحاسه ان انا في ستريس كتير قوي. قلت لها طيب تعالي ننظم اهدافنا، ان انا هحط 3 اهداف قصيره على قد يومي ده بس، وليكن مثلا انت هتعملي اوضتين بس من الخمسه النهارده. عارفه المره الجايه قالت لي ايه؟ قالت لي انا مبسوطه بالرغم ان انا ما عملتش يعني مجهود زي ما كنت بعمل قبل كده، بس حاسه بحاله من الرضا ان انا عملت اللي عليا. اللي بيخلينا متضايقين بقى ان احنا ما بنبقاش حاسين ان احنا عملنا اللي علينا، مقصرين على طول مقصرين. فده بيخلينا، وكمان مش بس مقصرين، ان كمان في روتين يومي بيخلينا متضايقين من وضعنا بالرغم ان احنا وضعنا حلو. طب ما ده مش في ايدينا يعني. لا هنصنع ازاي بقى؟ الكلمه بتقول لك يعني اي حد سأله يقول لك اللي بنبات فيه بنصبح فيه. برافو عليك. الشغل صح، بنزل في ميعاد برجع في ميعاد، طلبات البيت، ممكن يبقى حد كويس جدا وحاجات بسيطه. يعني بيتابع معايا دكتور في الحكومه الكندية بيقول لي انا بشغلي 3 ايام بس في الاسبوع وشغلي بسيط روتيني وانا متضايق من ده بالرغم مرتبه 40,000 دولار في الشهر. قلت له على حاجه بسيطه تعال نجربها، ان انت كل يوم اعمل حاجه جديده. هو عادي واحد بيقبض 40,000 دولار ويبقى متضايق؟ ما كل اللي بيسمعنا دلوقتي هيقولوا لنا بدله. طيب عارف بيقول لي انا متضايق من ايه؟ متضايق ان انا اللي بدفع زي ما قالت استاذه هبه. ما بيعرفش يصرفهم في ايه، في حاجه تضايق. عايز اقول لك حاجه بقى. قلت له يعني انت مثلا على ترابيزه السفره متعود ان انت تتغدى كل يوم على نفس المكان ده، لو غيرت مكانك ده تغيير عادات عقليه بتهيئني عقليا لان انا حياتي تبقى متجدده. دكتور يعني انا بشوف مثلا يعني انا ما اعرفش طبعا لا بفهم في طب ولا بفهم في اي حاجه، بس يعني فكره ان لو الانسان نام كويس يعني نام نوم اللي هو دخل في النوم العميق ده وبتاع بيقوم كويس. يعني حضرتك بتقول مثلا اول 45 دقيقه الناس بتقوم متضايقه وبتاع. انا مثلا واحد من الناس عمري ما قمت الصبح متضايق، بالعكس بقوم مبسوط وفرحان وكده. الاجابات بتختلف. بكره اقوم متضايق؟ يا ساتر يا رب. يعني هو بيبقى حاسد نفسه. اقول هي لا طبيعه بتختلف طبعا من الشخص للتاني ومدى قدرته. يعني انا دلوقتي في واحد، ما هو على فكرة كلنا بنتعرض لضغوط. بس ايه الفرق بيني وبينك؟ ان ممكن الموقف ده يشكل موقف ضاغط بالنسبة لي وانا اتضايق وازعل، ولا يشكل موقف ضاغط بالنسبة لك لانك شخصية قوية عني. فالفكرة كلها في مدى استقبالي واللي هو ايه تفسيري للموقف. لا يا فندم انا ما اقصدش كده، بقصد اقول يعني هي المشاكل اللي في حياتنا هي اللي بتخلينا الصبح نقوم مش مبسوطين، ولا ما هو كلنا يعني كلنا عندنا مشاكل بس ولا هو جودة النوم ان الانسان لما بينام فعلا بينام كويس مكملة لبعضها طبعا طبيعي يقوم مستريح. ما هو النوم يا دكتور ممكن يبقى نوم هروب والواحد يروح في النوم. عشان كده ما احنا بنقول بقى ايه ان في هي العملية مكملة لبعضها. أيوه. دلوقتي انا لما انام كويس، طب افرضي انا صبحت الصبح على خبر صادم برضو ما تعبني بالرغم ان انا نايم كويس. ده اللي الاستاذ اسحاق يقصده برضو. فهي عملية مكملة لبعضها اللي هي ايه، انا اكتمال حياتي السعيده تكتمل بنوم هادي، مع ان الصبح بقى لما اتلقى اصلا اخبار او اسمع حاجه، او حتى على فكره انا ممكن ما اسمعش خبر بس مجرد افتكره. ليه الوقت بتاع الصبح ده بيبقى العقل مهيئ لده وبيتلقى الافكار دي.